طبعا هذه مجموعه من العيمي قرثان مع الرخلتين، سام 1250 الان، عمارهم 6 شهور، الله يرزق اليوم. هذه خروف وثلاث ارخال حري، معها طبعا الارخال معها كل واحده ولد. اسامة 1210. طبعا يعتبر يوم السبت اكبر مزاد للاغنام في مدينه بريده، الله يوفقهم ان شاء الله. هذه مجموعة من النعيم الآن يساوي من 1260 كلها قرفان. هذا الدلال أبو سعود الله يذكره ولده دائما يبدع له بهالسوق، وش هو عندك أبو سعود؟ معزة وثلاث وشاه وولده، كلها بعياله، كل شيء ولده معه. إي نعم. كم يعتبر طال عمرك؟ الشاه 1450. الشاه؟ إيه. والمعزة؟ لا الحين. والمعزة أبو سعود؟ سام على 770. 770. 770 يا حرك العزيز. أبو سعود. في واحد يسألنا طال عمرك يقول المعزة أين الأكثر تجيب حليب؟ وش المعزة اللي تجيب أكثر حليب؟ الشاميات. الشاميات؟ إيه مشروخة. إيه راح واحد يبي يسوي له مشروع معزة. إيه. يسأل يقول طال عمرك المعزة اللي تجيب أكثر حليب الشاميات. الشاميات. إيه. الله يوفقك يا أبو سعود. جزاك الله خير. هذه مجموعة من النعيمي الآن بسيارة معها الرخلة واحدة سامن 1290 مع الأجودي الله يرزقها اليوم. يروح راضي لأهله إن شاء الله. هذه خرفان من النجدي والنعيمي مع الرخلة واحدة سامن 900 الآن بسيارة مع الرجال. الله يرزقه. هذه برضه مجموعة أرخال وخرفان نعيمي سامن 990 مع الرجال الآن بسيارة الله يرزقه. هذه مجموعة تيوس مع نتفار سامن 600 الآن كجملة بالسيارة الله يوفقها اليوم يا رب. هذه مجموعة برضه من النعيمي مع الرخلتين سامن 1130. الله يرزقه اليوم. الخرفان الاثنين ذولي الاثنين كلها جذع الاثنين سامن 1000 وكم اخوي؟ 1402 1480 الاثنين ذولي كلها النعيمي ذول الاثنين الله يرزقهم ما شاء الله. والهرافي سامن ذولي 1050 الهرافي ذولي الان بالسياره الله يرزقهم. هذا طبعا رخلة ذي نعيمة الآن سام 960 الرخلة ذي والعنز السام كم خاضي؟ 550 والعنز السام 550 مع الرجال الله يرزقه اليوم إن شاء الله يوفقه. هذه جفرتين وتيس سام 570 الآن بالسيارة الله يرزقه. هذه مجموعة من النعيمي كلها رخال اللي سامن 1180 قلنا كلها رخال. برضه مجموعة من النعيمي مع الرخلة واحدة الباقي خرفان سامن 1020 الآن مجموعة دي. طبعا نتكلم نقول 1020 يعني للوحدة كمجموعة. هذه مجموعة من الخرفان النعيمة الآن بالسيارة يسامن 1200 كم أعماره؟ 6 شهور تقريبا 6 شهور تقريبا أعماره يسامن 1200 الله يرزقه اليوم. هذا خروف جذع يسامن 1700 الآن بالسيارة النعيمي. لا ما يقرأ الهند جذع يبي ثاني. هذه رخلتين وخروف يسامن 1110 الآن. هذه الشاة السام الآن مع ولدها 1180 نعيمية 950. هذه الشاة مع ولدين سام عيالي ضحن اي نعم سمروهم وسلم اي نعم. كم سام الشاة تقول؟ 1950 1950 مع ولدين ولدين وضحي ما شاء الله وتضحي. الله يرزقك الامين تستاهل حبيب والله انك حبيب. هذه
هذه مجموعه من النعيم يا الان بالسياره، خمس خرفان وخمس بقار، سامن 1150 مع الراعيهن. الله يرزقه اليوم. عمره محدود من 5 شهور وفوق. هذه مجموعه من النعيم برضه، 6 خرفان وواحده رخله، سامن 1210. 1210. هذه مجموعة من النعيم الآن سامن 1150 كلها خرفان. هذه مجموعة من الرخال يسامن من 840، كم أعمارهم تقريبا؟ 3 شهور فوق. 3 شهور تقريبا أعمارهم، الله يرزقه اليوم. هذه خرفان ما شاء الله يسامن 1450 كله جذع نعيمي. الله يرزقه. هذه عنز مع ولد تيس يسامن 1200. طبعا هذه جفرة ها. هذه مجموعة من الشياه النعيمة الآن يسامن 730 بالسيارة مع راعيهن، المجموعة هذه. والخروف خالي. هذا خروف معن. والخروف معن بعد. والله إنك كريم، إي والله. ومعن خروف بعد. كل اللي سامن 730. الله يرزق الأمين. هذول الشياه اللي سامن كمجموعة 760، ولا هذه تفرق بكم أخوي؟ 850. 850 تفرق. حين. ربع حين. حين الشياه. اي نعم تفرق الان 850. الله يرضيك تستاهل والله. تصوير 630. 630 الحيل. طبعا الشاه هم حيل هذه. حيل هذه سدس 630. سدس. الله الله. سام الان 630 حبيبي. واقفه على 630. واقفه والبيع طيب. البيع قريب على 50 50. اه حبيبي يضعنا الحلال، ما هو بعيدين ترى، لا قال لك السوم ترى ما هو بعيد يعني. لا ودك تصير سامح. اي نعم ما هو بعيدين يعني، لا تحسبون في لا 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 بعيدين. بعد يعني هم حبيبين يعني، الفرق 10 20 يبيع عليك. يلقى خير. الله يرزقهم ان شاء الله، يستاهلون والله. 630. هذا ابو نايف طبعا حبيب ومزاح وراي حلال، الله يفقه، عنده قصيده اللي بيعطينا اياها. سام ابو نايف والله تستاهل على هالبرد. يقول صاحبي من الموده شفطني شفط شفط شفطه البيب من راس تنوره تنوره، ركبوا له مكاين تضخ النفط وبعثوها من الرابغ المستوره بس الله يجيب لها الربيع. اي والله الله يفقك. 630 تستاهل والله. كل اسبوع لكم بيتين. جزاك الله خير والله انك تبدعنا. الله يفقك. هذا الشاه الحين مع الرجال ثنتين نعيمه طبعا يسامن 630 والبيع خالي. البيع قريب يعني ترى البيع قريب، لا اقول لك البيع قريب يعني بس زفه زفه ويبيعون عليك الله يوفقهم. هذه مجموعه من التوس يسامن الان 820. المجموعه هذه كلها تسام 820. 14. هذه مجموعه من النعيم كلها خرفان يسامن 1340 الان. هذه النعيمه كلها خرفان الله يرزقهم. هذه مجموعة من الحري كلها خرفان يسامن 1220 الان مع الرجال الله يحفظه يرزقه. مجموعة من الاغنام الارمينية يسمونها ارميني طبعا خرفان ورخال يسامن خالي كم؟ 1200 يسامن. هذه كلها يسمونه ارميني خرفان ورخال يسامن 1200 الان الله يوفقه ويرزقه. مجموعة من النعيمي عمارة محدود شهرين إلى شهرين ونص، بينهم خرفان ورخال سامن كم أخوي؟ 900 سامن 900 بالسيارة الآن الله يرزقه اليوم. وزين وندي هذا يا شيخ. هذا الشاه ثنتين سامن 840 الآن بالسيارة مع الراعيهن الله يذكره. نعيمي طبعا. طبعا معنا شاعر سوق الاغنام دائما ابو فيصل الله يحفظك. ايش عندك عندنا ابو فيصل؟ والله عندي قصيده بلحن خرف بن هذال العتيبي. تفضل. صوت بندر بن جيزه الحربي. تفضل. سوولي من الكيف ورهولي من الدله البن الاشقر يداوي الراس فنجاله كيف نحرقه بالنار ونزله ولو انقطع ورا حي الربيع عنيناله البارحه الليل ما غمضت بكله
فتش جعبتك العراقي وقل له سلامتكم. كفو والله ابو فيصل، تسلم، صح لسانك والله.